بيعترف بقوة الجزائر هناهم باش فوتيهم. والله العظيم كتخصني بالضحك ملي كتستعمل ديك العباره هذه. اي والله الجزائر فاتنا سي واخا يقولوا يقولوا احنا فاتنا الجزائر اخوتي المغاربه. انا تنحلف لكم والله الا فوتناهم بزاف. شنو ماشي تفوت السي حميد تمسك غارق بغارق ماشي تفوت والله الا عرفتي طلحت فوتناهم. شوف شوف من الناحيه العسكريه راه غير نسى هذه القضيه. الجزائر متفوقه على المخزن نعم بالسنوات الضوئيه. القضيه اخرى وهنا مربط الفرس وهنا يكمن السبب الذي جعل حميد المهداوي يخرج ويسب الجزائر نعم في نظري طبعا كمحلل يوتيوبي. نعم كما لا يخفى عليكم احبتي الدولة الجزائرية حققت وتحقق هذه الايام انتصار تلو انتصار في المعارك الدبلوماسية. نعم الجزائر تحقق انتصار تلو الانتصار في معاركها الدبلوماسية الطاحنة التي تقودها واخر فتوحاتها آخر فتوحات الدولة الجزائرية آخر فتوحاتها الدبلوماسية أنها طردت إسرائيل من المؤتمر الإفريقي وساهمت في إعادة الجمهورية السورية العربية إلى الحضن العربي. واش هادو ماشي فتوحات؟ إلى جانب هاد الشيء هذا هناك إخفاقات المخزن. نعم المخزن يعيش سنين عجاف ما كاين غير الإخفاقات على كل الأصعدة والميادين الدبلوماسية السياسية العسكرية نزيد اقتصادية نزيد. المخزن منتصر غير في الهيسبريس والدوزيم والارتئيل نعم وهيبا بريس وبعض المنصات اليوتيوبية. أما على أرض الواقع فالمخزن كياكل الشحط أخوتي. وطبعا العارفون بالشأن الدبلوماسي والسياسي يعلمون جيدا أن كل انتصار دبلوماسي تحققه دولة إلا ويزيد أعداءها وخصومها إحباطا وانكسارا نعم خصوصا إذا كان العدو والخصم من طينة المخزن. نعم المخزن المنبوذ عالميا وشعبيا وعربيا وإسلاميا. طبعا النظام المخزني منبوذ أخوتي منبوذ أخوتي منبوذ لعمالته ودناءته وخدمته اللامحدودة لمعسكر أعداء الأمة. هذا هو المخزن ديالكم أخوتي. يقول لكم شي واحد شي حاجه اخرى العالم بأسره كيعرف هادشي اللي كنقولو حقيقة أخوتي. نعم وطبعا أخوتي هذه لغة قاصحة ولكن حقيقية.